أحبتي المشاهدين الكرام، أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف سامراء من قناتكم قناة الشارع العراقي سامراء. نكمل معكم أحبتي الكرام مع ضيف صاحب عاطفة جياشة، كذلك هو التراث من لقاءات علماء ومفكرين، علماء يحتاجهم العراق الآن، عاش معهم ضيفنا وشرب ونهل من علمهم. رحبوا معي أحبتي الكرام مع ضيفي فضيلة الشيخ عبد المجيد الحمداني الداعية الإسلامي. فضيلة الشيخ مرحبا بك. مرحبا بك. احنا اخذنا معاك الحلقة الماضية، تحدثنا كثير امور، كانت حلقة جدا رائعة، توقفنا عند بعض الذكريات، بعض المواقف مع فضيلة الشيخ عبد الكريم بيارة، مع فضيلة الشيخ عبد الكريم الدبان، مع فضيلة الشيخ رافع الرفاعي. كان لك ذكريات في عدة مساجد، في الرواس، في الفرقان، في الراوي، نهاية بالفردوس. ففضيلة الشيخ، بعد ما ذكرنا أن سافر فضيلة الشيخ محمد ناصر العزاوي، استلم فضيلة الدكتور مصطفى العزاوي، لك موقف غريب وموقف طريف مع مصطفى العزاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. في الحلقة الماضية لم نقدم الشكر لكادر قناة سامراء وخصوصا الأخ مقداد. شكرا لك شيخ. فنبدأ بالشكر الجزيل لكم ولما قمتم به من عمل في ذكريات مع علماء أجلاء، علماء ثمار لهم كثيرة، الشيخ عبد الكريم دبان، الشيخ عبد الكريم بيارة، الشيخ البيلساني، عبد المجيد شقلاوة، والموصل والبصرة وكل محافظات العراق. فحقا لكم الشكر الجزيل ولكل من عمل وأوصل هذه الكلمات لإخواننا في كل مكان. شكر لك فضيلة الشيخ. أما عن الأخ مصطفى العزاوي، أنا قلت في الحلقة الماضية كان زميل لولدي مصطفى. مصطفى أصبح في الفردوس له باع كبير، بدأت الناس وبدأ المصلون يأتون إلى المسجد قبل الصلاة، الصلوات العادية، ليسمعوا صوت محمد مصطفى العزاوي. وكان كثير من الناس يطلبون منا أن تكون الصلاة بالسماعة الخارجية حتى يسمعوا صوت محمد مصطفى العزاوي. الروحانية عند محمد أكثر. انت صريح جدا شيخ. لا صريح، انا حيل صريح، لان احد الاشخاص كان مريض جالس عنده ازوره، وانا كنت حاط قراءه قران صوت محمد ناصر، فقال يا ربي اسالك بجاه هاي القراءه مال محمد ناصر تشفيني. الله شافاه سبحان الله، بعدين بحادث انتقل الى رحمه الله. فمحمد روحانيه اكثر. طيب مصطفى، نعم حقا أخي، ما تد... يعني واحد يتكلم عن ابنه صعبة. مصطفى عاش ابن إلي يعني بالمسجد، شو أقول لك، يعني كثير مواقف كثيرة إله. موقف غريب أريد. والله موقف غريب مع مصطفى نفس الحالة من راح نعيد الكهرباء. موقف يعني موقف طريف. يعني مصطفى والله طريف، ماذا أتذكر، بس مصطفى حيل مواظب أكثر مني كان بالمسجد.
نعم. وجي نصيحة توجهها لمصطفى عبر قناة سامر؟ يكثر الموالات، ولا نحب الموالات احنا، ويقلل من هذا الصوت مال الموسيقى. نعم. لان انا بس اسمع مصطفى ما بتشي بالمدح. نعم. يعني هسا الموبايل عندي تسمع به اكثر مصطفى. اذا دكتور مصطفى العزاوي ابو عبد الله الشيخ عبد المجيد طبعا وغيره كثير يعني خصوصا جامع الفردوس او رواد جامع الفردوس، كثر الموالات وقلل الموسيقى. اي هاي دائما يعني انا ويا الاخ مصطفى قلت لك وليدي هو، فاقول له صوتي ما سجلت لك القران، فيقول لي شنو معنى صوتي؟ اقول له يعني اني ذنبي ما سجلت لك القران الكريم. فضيلة الشيخ اشوف انا باتي انتقم على الاخ حارث. نعم. اخ من الانبار الولد هنا، شوف مصطفى العزاوي هنا. طيب فضيلة الشيخ احنا الان متى اخر مرة صليت بيها بجامع الفردوس؟ انا على المنبر واقف، بدأت اخطب 2003 والاحتلال الامريكي في الباب واقف، هذه آخر مرة؟ فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ونزلت من المنبر قلت لا أقم الصلاة ولم أدخل المسجد بعد. من 2003؟ أي نعم. تشتاق للمسجد؟ مسجد الآن لا تقام فيه صلاة، متروك، وجزى الله خير الوقف السني على استعادة، لأن أخي اللي سمعت في الإعلام كان لقاء مع قناة بغداد بينت آثار مسجد جامع الفردوس. أخي جامع الفردوس يعني كل علماء العراق الله يرحمه شيخ يوسف الحاج عمر الصيدلي من يوسف الحسان من البصرة. نعم. شو اسمه الشيخ الله يرحمه من البصرة لا خمات الله يرحمه بالتسعينات، هم رجل كبير رئيس علماء رابط علماء البصرة. عبد المعطي الخويطر؟ اي الله يرحم عبد المعطي، الله يرحمه برحمه الواسعه. الشيخ طبعا احنا بعدين الشيخ عبد المعطي الخويطر طبعا هو كان عالم او مفتي البصره، هو يصير ابن عمه والدي ها رحمه الله عليه، رحمه فكان الله. رجل على اثر جدا، خطب الجمعه عندي جدا في كل العائله، خطب الجمعه عندي جاب الشيخ يوسف. نعم. الله يرحمه. هي. كان مؤتمر اسلامي، كان تلميذ الشيخ يوسف، تلميذ عند عنده هو الشيخ عبد المعطي الخويطر. هو الشيخ يوسف له اثر كبير في البصره اخي. نعم. والشيخ محمود الموصل الاقبال العمار يعني كثير، الشيخ صالح خليل حمودي مطي محاضره بالفردوس، حاج عمر الصيدلي. نعم. الله يرحمه انطب ذاك الوقت، من الدياله، من كركوك، من اربيل، ماك واحد يعني اغلبيه كلهم كانوا يحبون الفردوس. يا اخي مدرسه كامله. اذا احنا فضيله الشيخ راح نبتعد قليلا عن الفردوس. نعم. لانه اخذنا كل الحلقات عن المساجد، الان سننتقل الى موضوع بعيد جدا. نعم. سننتقل الى منظمه مؤتمر الاسلام. الاسلام. المنظمه هذه ما هو كان دور الشيخ عبد المجيد حمدان في هذه المنظمة طبعا التي أسسها الشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميم؟ مو أسسها، لا، أو كان أحد مؤسسيها، كان يعني أحد أبرز العاملين الأمناء العامين بالمنظمة. نعم. سنة 2000 خابرني دكتور عبد اللطيف الهميم قال أريدك يوم الثلاثاء تجي المنظمة. أنا قبل سابقا ما عندي علاقة بالمنظمة الإسلامية، سألت والله الشيخ رافع الرفاعي قال أنا هم مدعو، الشيخ عبد السلام داود، فالدكتور فهم القزاز، الشيخ محمد بشار الفيضي. نعم. الشيخ رعد القيلاني. فرحنا والله قال أنا أريدكم تعملون معايا، أنا الآن أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 2000. نعم. الدكتور عبد اللطيف هو نفسه اللي كان مؤسس البنك الإسلامي، معروف، وعلامة ومفكر إسلامي وإلى باع طويل يعني بالمؤلفات وبالمواعظ وبالعلاقات الاجتماعية مع كل أطياف المجتمع العراقي. فبدينا نعمل بالمنظمة، وعبد الشيخ عبد القادر العاني الله يرحمه، والدكتور قوام الدين،
وكان الدكتور قوام الدين عبد الستار. منو؟ قوام الدين عبد الستار. قوام الدين عبد الستار كان عميد كلية الأمة والخطباء معروف. وكان عدنان سعد الدين، لأن هي المنظمة من كل علماء العالم الإسلامي، من الجزائر، من المغرب، من تونس، من مصر، من الأردن، من فلسطين، من الخليج كله، من شرق آسيا، باكستان، اندونيسيا، ماليزيا، تعال شوف. فكان رجل متفتح على كل هذا، فطلب من عندنا نعمل. الآن منو يشغل الأمين العام للمؤتمر؟ على ما أعتقد لحد الآن بعد دكتور عبد اللطيف بالسوى العمل مجمد من 2003. السبب؟ يعني الاحتلال، وتعرف مضايقات على دكتور عبد اللطيف اللي مين حزه وأمواله المنقولة وغير المنقولة بوقتها. فظلت المنظمة، أخ الله يجزي بالخير، ونشكر الأخ حسين سعيد لاعب كرة القدم، واللي هو حافظ على ممتلكات المنظمة، واستلموه الوقف السني بعدها الدكتور عدنان الدليمي، وسووه دائرة استثمار الوقف للوقف السني. نعم، نعود إلى موضوع المنظمة. المنظمة فبدينا نعمل بيها. فأول ما انطلق إلى تأسيس مجلة المفكر الإسلامي، وكان مسؤول عليها الدكتور بشار الفيضي ورافع الرفاعي، محمد بشار الفيضي. محمد بشار الفيضي ورافع الرفاعي. أنا كنت في قسم الوفود، وشيخ عبد السلام بالندوات، وفيضي فهمي القزاز بالمؤتمرات، دكتور فهمي. نعم. دكتور فهمي القزاز، فكان نشط جدا دكتور فهمي. فكنا أول مؤتمر عملناه بالموصل. نعم، أول مؤتمر. أول مؤتمر. تذكر عنوان على تحت أي عنوان؟ والله العناوين أذكر المؤتمر نجف، الأمة الواحدة. نعم. عملنا المؤتمر بالنجف. الموصل أي سنة كان المؤتمر؟ بالألفين. ألفين والنجف. النجف بالألفين وواحد. البصرة. البصرة نهاية الألفين واحد وبداية الألفين اثنين. رحنا بالبصرة. بغداد. يا سلام. احنا نبدي من الموصل وبعدين نجي شوي على مود ما يشتت عندنا. الموصل. الموصل اتذكر بي كان كلمات لكل الاخوة، رحمة الله عليه، عمر محمود الصيدلي. نعم. الخير العمري، ابراهيم النعمة، الشيخ صالح، كل علماء الموصل شاركوا. يعني كان المؤتمر ناجح 100%. جميل. وصارت جلسة وهذا، وكان دكتور عبد اللطيف الهمين. أهداف أهداف المؤتمر شنو كانت أهداف المؤتمر؟ شيخ توحيد الكلمة في الصف الإسلامي. وكان الله يذكره بالخير، كان أحد أعضاء المنظمة عبد المنعم أبو زنط من الأردن. نعم. الشقيق قال هذه المنظمة الآن أصبحت جنة. كان الدكتور علي الفقير من الأردن. أهم أعمال المنظمة شنو أهم أعمالها كانت؟ الشيخ أول شيء عمل الله يجزيه الخير دكتور عبد اللطيف الهميم هو أن تعرفنا على علماء بالخارج، خصوصا كان العراق يعيش في حالة كبت، حصار مغلق، حصار. ما حد يعرف علماء، يعني احنا كنا نسمع هذه الكاسيتات ماكو، سفر ماكو، سفر ماكو، يعني ما نسمع إلا فلان عالم. جو علماء كبار شيخي من الجزائر، من المغرب، من باكستان، فكنا نلتقي منهم بالمؤتمرات. فمؤتمر سواء دولي لكل عالم الإسلامي، وحضر كل العالم الإسلامي. وين وين مكان؟ في فندق رشيد. مؤتمر البصرة. نعم، احنا نكمل يعني الموصل، نكمل الموصل، انتهى مؤتمر الموصل اللي كان سنة الموصل. كل علماء الجنوب شاركوا. نعم. انا ما اقول عيب الكلمة اللي صارت بعد الاحتلال. نعم. علماء السنة والشيعة مع كل اسف يلفظوا هذه الكلمة. نعم. هاي ما مرغوب بها نهائيا. بعد أسأل الله عز وجل كل عراقي أن لا ينطق هاي الكلمة. ليش أخي العزيز؟ علماء الجنوب والوسط والشمال الكل حضروا مؤتمر الموصل. كم عدد الحضور كان تذكر فيها؟ الشيخ أكثر من 500-600 عالم. جميل جدا. إيه؟ العراق يحتاج الآن إلى هذه المؤتمرات. هو الآن يحتاج إلى هذا مؤتمر من قلوب صادقة مع الله. الصدق الراد مطلوب أخي العزيز. نعم. أخ مرداد لا نكون بعيدين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فضلت شيخ بعد حقا علينا نصر المؤمنين. إذن فضلت شيخ بعد مؤتمر الموصل أي مؤتمر؟ بعد الموصل وبعد الجلسة اللي طبعا دكتور عبد اللطيف خريج الأزهر. نعم. دائما نعرف
نقول خريج الأزهر منفتح أكثر. أكيد. فسوي كان عندنا خريج الأزهر وأم القرى وهذه. صح كان. فكان يسوي جلسة بالحديقة مال الفندق. أي فندق؟ بالموسم هنا عبروي. نعم. وجلسة أناشيد وقصائد فكانت محترمة. كان حتى النساء حضور رجال بالمؤتمر بعد مؤتمر البصرة. لا الموصل صار أي الموصل البصرة. البصرة. إذا فضيلة الشيخ ناخذ فاصل ونرجع على مؤتمر البصرة. أحبتي الكرام من الموصل سننتقل بكم من موصل أقصى شمال العراق سننتقل بكم إلى أقصى جنوب العراق إلى البصرة بعد الفاصل. أحبتي المشاهدين الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل ومستمرين معكم كما قلنا لكم من الموصل إلى البصرة. سننتقل بكم مع فضيلة الشيخ عبد المجيد الحمداني مع منظمة المؤتمر الإسلامي في البصرة. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى. أهداف المؤتمر البصرة إيش كانت؟ والله كان حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أتذكر يعني أنت فاجأتني بالمواضيع. كذلك علماء البصرة حضروا جميعهم، كل علماء أئمة وخطباء جوامع والحسينيات كل حضروا بالبصرة. وكان فندق على بالعشار يمكن أو بالشريطة لا بناء قديم كان بمطار همينة، ما أذكر اسمه، بناء قديم جدا الفندق، ما اعرف اسمه انت. اللي عند حمدان لا قديم يعني بزمان الملك وكذا مبني. نعم. بمطار قديم وهذا. فأهل الموصل حضروا، اهل الانبار حضروا، اهل كل محافظات العراق مثل ما مؤتمر موصل. وكان الهدف الاساسي من المؤتمر هذا، انا اذكر كلمه الدكتور عبد اللطيف همين عن البصره، أبكي أهل البصرة كلهم. نعم. أي. والمؤتمر هو كلي كان هم الوحيد توحيد الصف المسلم. أي سنة كانت هذه؟ 2001 بالبصرة. نعم. ودكتور عبد اللطيف ودكتور عبد القادر عاني كان له كلمة. كثير من البحوث كانت تقدم، وكان ما بعد ما ينتهي المؤتمر رأسا كتاب جاهز كامل. الكلمات كلها مطبوعة وكاملة. نعم. توزع على اسمه. كان أعتقد الشيخ حسن كان إلى كلمة أعتقد. حسن. الدرويش حسن أو دكتور عبد الباسط. عبد الباسط من البصرة. نعم. أي نعم نعم. مو تدري أنت صار تقريبا 14 سنة. نعم. 15 سنة يعني. 2001. إيه. 2004. 14 سنة. يعني حقيقة. ولو أنا ما أنسى بس لو بس راجع شوية بعد مؤتمر البصرة. بعد مؤتمر البصرة عمل مؤتمرين في بغداد. نعم. عن الجمعيات الإسلامية. نعم. وكان الله يرحمه دعم الجمعيات الإسلامية. دعم الجمعيات وتفعيل دور الجمعيات. تفعيل دورة مؤتمر فندق منصور ميليا. وكان الله يرحمه الشيخ إبراهيم المدرس، إبراهيم منير المدرس، فرح بالمؤتمر لأنه هو حيل يحب الجمعيات. جمعيات الإسلامية رابطة العلماء، شيخ ياسين السعدي و شو اسمه وجمعية الآداب الإسلامية، جمعية الشيخ صبحي السامرائي الله يرحمه، الله يرحمه أستاذنا بالحديث. نعم. بعد مؤتمر بعد بغداد النجف. مؤتمر النجف أي سنة كان؟ ذكر عليه المؤتمر بال2002 توحيد كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. حقا ذاك مؤتمر مفرح كثير كثير. أولا عند الإمام علي بن أبي طالب،
وحضور فعال، وكان دور فعال دكتور عبد اللطيف هميم وعبد القادر عاني ورافع الرفاعي وكثير ممثل السيد السيستاني كان حاضر بالمؤتمر، وكل اعضاء الحوزه ابعثوا ممثليهم وحضروا المؤتمر. زين ليش بهالوقت ما تتفعل هذه المؤتمرات الان لرأب الصدع، لتوحيد الكلمه، لوضع حل لما يحدث الان في الشارع العراقي، والشارع العراقي كله متأزم، والان الكل، ما اقول الكل لكن الاغلب الان يسير باتجاه تجزيم الوضع، تأجيج الوضع. طيب ليش ما سبت المؤتمرات؟ برايي نعم للامانه احكيها، هذا السؤال مالك اول شيء، جواب على السؤال وبعدين اتكلم عن رايي. سؤالك هذا توجه للعاملين بالوسط الديني الان. نعم. بالعراق هم من يعمل، هم السبب، لا يدعون الى هذا المؤتمر. انا برايي اقلل الاعلام من لقاء وفتاوى العلماء، ولو هذا كان اصبح قنوات كثيره وكل من كل يدعي وصلا بليلى. طيب وليلى لا تقر لهم بذاك. طيب مقررات المؤتمر النجف وشنو خرجتوا بالنتائج بالمؤتمر؟ الشيخ المؤتمر اول شيء جعل مؤتمرات قادمه لتوحيد الفتوى. حقيقه كان يوم التقينا بالسيد السيستاني والشيخ عبد القادر عاني وعبد السلام الكويسي وعبد الدكتور رئيسهم الدكتور عبد اللطيف، كان في استقبال السيستاني العلماء ونصحنا نقوم بعد مؤتمرات خارج العراق. اخي المنظمه كان لها اثر كبير، يعني عمل مؤتمر جمع بيه كل حتى النصارى. منو كان يدعمكم يدعم المنظمه؟ الدوله كان، الحكومه العراقيه، الحكومه العراقيه كان لها رصيد خاص لمنظمه المؤتمر الاسلامي، ولهذا الدكتور عبد اللطيف هميم بعث وفود خارج العراق، وفد الاندونيسيا، واثمرت عن شيء هذا، اثمرت شيخ بسار الاحتلال خصوصا فتح افاق مع دول، وكان العراق تعرف الشيخ اللي راحوا للمؤتمر عبد الستار عبد الجبار، بعث الدكتور عبد اللطيف دكتور مظفر الحياني الى الهند، وفد طلع جنوب افريقيا، وفد طلع لتونس، وفد طلع للاردن، وفد طلع الى اليمن. احنا طلعنا، احنا نحب الحج، فقال دزك الحج دكتور. انت شنو قصتك في الحج شيخ؟ صحيح شيخ ما ادري، سبحان الله، على قولة واحد يقول شنو انت ركن من اركان الحج. دعوه بيته شيخي، ها بيته. كم حجه رحت شيخ؟ الحمد لله شفت 19. ما شاء الله. 19 حجه. هذه السنوات الاخيره كلها رحت؟ لا لا لا، هاي السنه الله يجزي بالخير دكتور عبد الرزاق السعدي قابل السفير السعودي واعطاه، ورحنا 32 واحد اكثر. انا ولا حجه رايح تاخذني حجه؟ والله ان شاء الله، هو دعوه من الله عز وجل اكيد. اي شيخ واحد بالمدينه المنوره بال 97 وساجد وبصلاه الجمعه بالروضه ومات، ما حج. سبحان الله. واحد وصلنا للحدود ورجعوا، فهي كل قسمه. بس انا ما اعرف انت، نسال الله عز وجل الثبات. امين يا رب. اي لا تقول يا مكثر الحجيجي، وقل يا مكثر ركبي. طيب فضيلة الشيخ، المنظمة تم إيقافها عن العمل أي سنة؟ 2003 من بالاحتلال. اي ما صار لها. ما حاولتوا انه ترجعونها للعملها، ترجعونها للميدان؟ انا ارى ان تعمل لقاء مع فضيلة الدكتور عبد اللطيف تعطيك معلومات اكثر. اذا ان شاء الله. من عام تعرف في ارتباطها علماء الخارج كلهم من الخارج. نعم. يعني احنا عاملين بالمنظمة بس المؤسسين من الخارج، العراق العالم الإسلامي. نعم. أكثر خبرة وعنده علم كان دكتور عبد اللطيف، يعني اتصال بهم. يعني في ذاك الوقت خصوصا بعد عملنا عام مؤتمر بكركوك. نعم. ذاك الوقت خصوصا يعني أنت يعني قبل الاحتلال استطاعت منظمة المؤتمر الإسلامي أن تحتوي بعض، ولهذا صار الاحتلال، لأن بدود بدأت خيوط العمل الجماعي موجودة. استطاعت المنظمة أن تحتوي الكثير من الأزمات؟ حيل، وحتى بعض القرارات اللي تصدر من الدولة للمساجد. شوف أنت أخي العزيز، أنا إمام وخطيب في حي أور، حي أور بجنب مدينة الصدر يسموه الآن. نعم. ذولا أهلي شفتهم قبل فترة بعمره
2008 قبلوني أهل حيقور. فشيخي العمل ما تفكر بهذا زيد أو عمر، لا الكل واحد. أنا يعني لو بات تسألوني كيف أحوالكم كذا، ما أقول إحنا العراق واحد، ما نرضى كلمة سني وشيعة، عيب عيب. رب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة. يجب على الآن على الكل أن لا يعملون إلا بما يرضي الله. باتر عقب السؤال، هاي الدماء اللي دتين من مسؤول عنها؟ من مسؤول عنها؟ الإفتاء، هذا يفتي وذاك يفتي. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله إن فلانا قتل مشرك، قال لا إله إلا الله. بعث عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلته؟ قال يا رسول الله قد قتل كثيرا من الصحابة. قال ألم يقل لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها خوفا. قال أشققت عن قلبي؟ هذه مشكلتنا الآن إحنا بالعراق، أشققت عن قلبي؟ كل واحد يريد الله وجه الله تبارك وتعالى أن ينظر إلى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، أشققت عن قلبي؟ طيب فضيلة الشيخ، بعيدا عن منظمة المؤتمر الإسلامي، عودة إن شاء الله، عودة المنظمة إن شاء الله تعود المنظمة بأقرب وقت وتعود إلى العمل من جديد وإلى رأب الصدع، إلى وحدة الصف. ما هي رؤيتك للعراق وللمستقبل؟ العراق هاي مو أول مرة تمر بي، مر بأزمات كثيرة، والعراق عراق اللي الله أنطاه خيرات من تجدها في كل بلاد العالم، من الشمال للجنوب خيرات، بس امتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني برأيك الآن الوضع في العراق مقبل على انفراج أم يعني، خصوصا احنا قاعدين نشوف والله طبعا احنا على فكرة موضوع النازحين، احنا اعتقد نحتاج الآن إلى فعلا أن تعود منظمة المؤتمر الإسلامي، ممكن أن شوي تشيل من هموم النازحين شوي، ممكن تسد فراغ. والله يا أخي عيب على كل واحد يتكلم وكو نازحين. هاي العوائل المهجرة، كنا قبل شباب بالمسجد بقول له حجي روح، حجي دبعود بالمسجد وين رايح؟ يقول يابا بيتك ولا بيت الله. احنا شباب بنقبل كلام، شنو بيتك ولا بيت الله؟ شيخي الإنسان ما يعيش إلا ببيته. هاي النازحين بالخيام اللي قاعدين بالمحافظات ما يهم، ماجرين عنده شوي إمكانية يقدر يعيش لبعد سنة لغ، أما ذولا بالخيام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحب لي نفسي. عيب عيب شيخ النازحين، والله عيب. هاي الأطفال ذولا لا مدارس، قاعدين الآن نسأل الله عز وجل الفرج. آمين يا رب. وهذا دعوة ولي كبير. اي والله كمشايخنا عبد الكريم الدبان وعبد الكريم رحمة الله على راحه شيخي. أحبتي الكرام، إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أحبتي الكرام، إحنا راح نأخذ فاصل ومن ثم نعود معكم، مستمرين معكم في برنامجكم ضيف سامراء. فاصل ونعود إليكم. أحبتي المشاهدين الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل مرة أخرى. مرحبا بكم مع ضيف سامراء من قناتكم، قناة الشارع العراقي سامراء، مع فضيلة الشيخ عبد المجيد الحمداني. هذه الذكريات، هذه الأعمال طبعا كما قلنا احنا محتاجين للمنظمة، خصوصا وضع النازحين ووضع العراق ووضع الأمة الإسلامية. يعني الآن الأمة الإسلامية، ما هي رؤيتك لما يحصل الآن في العالم الإسلامي أو الدول العربية بصراحة؟ والله هذا السؤال أبعدني عنه،
لأن أنا ما أحب أدخل بالأمور، بس هذا أمر من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إحنا نريد يا أخي العزيز الآن توحيد الكلمة وتوحيد الصف. إحنا نريد يعني ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عديد، هذا كله راح نتحاسب عليه أمام ربنا تبارك وتعالى. طيب فضيلة الشيخ، إحنا راح ليش ما نفتح صفحة جديدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة قال: ما تظنون أني فاعل بكم مشركين يعبدون الأصنام، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والعافين عن الناس، العفو وين؟ العفو عند المقدرة. طيب فضيلة الشيخ، ماذا تقول في رجل الدين وهو يدخل في مضمار السياسة؟ أنت واكبت الكثير أعتقد من 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 هؤلاء رجال الدين يدخلون في مضمار السياسة. عافية عافية زين. شنو تقول؟ ترد عليك ما رجل الدين، قلت علماء الدين. علماء الدين شيخي العزيز وليس رجل دين، كل رجل إلى دين. عالم الدين إمام وخطيب، خطيب إمام مصلي، أما رجل دين لا. ما رأيك في عالم الدين؟ والله يا أخي العزيز وهو يدخل في مضمار السياسة. أهل السياسة هم شو يقولون على السياسة؟ بعضهم يقول السياسة نفاق. والله يا أخي ابتعد ويقعد. أكو مثل عندنا عراقي يقول اطل خبز الخباسته. بعضهم يقول أن من السياسة هو الإسلام والكياسة ترك السياسة. شيخ عياد نوبة طلع بالتلفزيون وقال كلمات حافظها: الإسلام كل لا يتجزأ، ومن فهم الإسلام كجزء ففهمه خاطئ. إحنا نريد الإسلام الصحيح، الإسلام اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنا أكون خبير بالاقتصاد وبالسياسة وبالدين هسه بالشريعة كل واحد اختصاص فقه، واحد التفسير، واحد اللغة العربية، واحد. فرجل الدين يعني خلي يستشير أكثر قبل ما يتكلم. يعني برأيك أنت يعني أنت تأيد موضوع أن عالم ديني يدخل بالسياسة؟ هو ماكو مشكلة إذا كان منصف بتربية المجتمع. نعم. قلت لك الإسلام كله يتجزأ. يعني أما تجي لك يا عالم دين أو سياسي وابنه يمشي، هذا مو صحيح. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الدولة؟ النبي عليه الصلاة والسلام الله قال سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. للمؤمنين. يعني الآن السياسي من يصير؟ بس اسمح لي. نعم تفضل. وآية الأخرى قال: واخفض جناحك للمؤمنين. نعم. ليش خاصة وذي عامة؟ آية عامة ذي خاصة للمؤمنين، عامة من المؤمنين خاصة. فيراد أنت يفتح صدره ما يكون متجه اتجاه واحد بس وتارك الآخرين إذا كان العالم الديني يريد يدخل بالسياسة. أما إذا لاحظ إحنا الآونة الأخيرة السياسيين وعلماء الدين وغيرهم شيخ أولادهم يمشوهم، ما عنده فد مكتب يشتغل عنده، مكتب اقتصادي سياسي كل الأمور، صح لو لا؟ طيب نظرتك للسياسيين العراقيين؟ قليل خبرة. تتمنى في اليوم تصير سياسي؟ لا ما أتمنى. ليش؟ ما أتمنى. السبب؟ ما أتمنى لأن مسؤول عن كل العراق، مسؤول عن كل العراق. بماذا تنصح السياسيين العراقيين؟ أول شيء أنصحهم التواضع، وارجعوا على الناس اللي انتخبوكم وشوف البلد زي يصير بيه، انظروا للنازحين، انظر لا كل واحد يتكلم عن العراق أول ما ينظر للنازحين لا يتكلم، ولا الإسلام كله لا يتجزأ، سياسة واقتصاد وعلم ورياضيات وهندسة وفكر ورياضة وكل شيء الإسلام. أما ما تجي تحتكر وتريده كله على ما تريد أنت، هذا شوف أنت الناس مذاهب أربعة، تصوف كم واحد زين، أنت من تجي على العلماء كل واحد إلى رأي واحد يحترم الآخر مو؟ إحنا موضوع الـ 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 العلماء، منظمة المؤتمر نعم الإسلامي ك
كانت تضم خليط من التوجهات الإسلامية؟ يعني أنا راح أقول لك. قول. حسين الصدر. نعم. السيد حسين الصدر الكاظمي. حسين إسماعيل الصدر. نعم. السيد حسين الصدر. دكتور محسن عبد الحميد. الحزب الإسلامي. عبد القادر العاني. تصوف. دكتور. تصوف. مصعب. معروف. رافع الرفاعي. تصوف. عبد السلام داود. فهم القزاز. محمد بشار الفيضي. عبد المجيد الحمداني. رياضي اعتبرني لما تقول تقول لا تقول قول رياضي. شوف التوجهات يعني كل الامور شو اسمه من النجف وتيار. هذا التيارات كانت معاه اللي ما موجودين من النجف بالله الله يذكره بالخير دكتور عالم كبير الاقتصاد. اعتقد كان مع زعيم التيار الصدري هم كان كان حضور السيد مقتدى الصدر مؤتمر النجف. حضرت السيد مقتدى الصدر ومثل السيد السلطاني. التوجه السلفي كان أحد من التوجهات السلفية في المؤتمر. شيخ لطيف يجمع الكل. نعم. ما عندنا سلفة. أنا جامعي بسلفي وصوفي وإخوان وما عندنا وراية. حتى الشيعة يصلون وراية بالجامع. بعاشوراء يمتلي الجامع الفردوس. طيب فضيلة الشيخ احنا بعيدا عن التوجهات السياسية والإسلامية وإلى آخره. نعم. علاقة الشيخ عبد المجيد بالرياضة. بارك الله فيك. سؤال حلو. الناس تستغرب. انت روحك رياضية. هذا ما نختلف. راح اقول لك كلام. الشيخ محمود مهاوش. نعم. والد تاجر كبيسي. محمود مهاوش كبيسي. والد الشيخ ماهر ابنه كان امام بمسجد الجنيد بغدادي. وذولا تجار معروفين مؤسسين البنك الاسلامي. يقول انا بسوريا ومتزوج كانت ثلاثه عراقيه كويسيه شاميه الله يرحمها قبل اسبوعين ثلاثه ماتت وحلبيه. نعم. يقول انا بالسياره وياي الشيخ النبهان بحلب. بحلب معروف. يقول قال من هون من هون حاج محمود حافظه بالنص من هون من هون حاج محمود. قلت له يا سيدي هون خمر ويرقصون كذا نساء لك انا بدي اياهم ما بدي اياك. يقول انا اسمع كلام الشيخ النبهان. يقول طلعت معاه. يقول نزلنا احنا لابسين عمايم الشيخ النبهان. يقول النساء انهزموا والان المدرسه النبهانيه في حلب. نعم. يقول النساء راحوا انهزموا. يقول ذول ذبوا الخمر وبدينا نتكلم يتكلم بعض الشيخ النبهان. يقول وانا باوع بين خمس دقائق يروح يقوم رجل يسبح ويرجع. يقول ما طلع الشيخ النبهان الا وبيحفروا أساس المدرسة كلتاوية ومسجد. هذا عمل شيخي. أنا من أروح للرياضة أروح أصلي من يصير وقت الصلاة وأنزل بالمسجد بالساحة ويصلون 2000-3000 واحد. فقال أحد المسؤولين الله يرحمه عدي فقال دز عليه عندنا جامع. قلت له كل مساجد الخليج بيها مساجد ملاعب الخليج بيها مساجد. فبنوا مسجد بنادي الصناعة كان يأسسوا جديد. فأروح أصلي هناك وأنا من طفولتي متعلق. أنت رياضي؟ والدي كان لاعب منتخب العراق حميد جبر بال51 أول منتخب يلعب ضد تركيا. جبار أخوي لاعب منتخب والآن مدرب بالأردن بأربد نادي العربي. نعم. يعني عارف. أنت شو تشجع يا فريق؟ والله أنا يسمحوا لي مجيد زوراء وهي صحيح. أنا ليش شنو الزوراء؟ أخوانك يقول يقولوا أخوانك يشجعون الجوية. لا يا أخوي يلعب بالجوية. ها. جبار كان يلعب بالجوية دفاع يسرى. أنا بمسجد إمام بالعسكرية. فصليت إمام بعد الصلاة شفت أنور جسام مدرب. إيه. نادي الزوراء وولد أحمد الفياض أبوه كان مدير عام مؤسسات هم إمام وخطيب. وولد خالد الحديثي. مسجد مستشفى رشيد العسكري. نعم. فبعد ما سلمت سلموا علي شلونك شيخ. انا كنت لابس عسكري جندي وعرقتين بس. تفضل استاذ انوار شايفه بالتلفزيون اعلام رجال. قال والله زين نصلي الظهر حياكم وتعرفنا. قام ياخذني نا زوراء وهذا فصارت علاقتنا. فظلت تشجع الزوراء. لا انا واخوي عبد الجبار يصلي يلعب بالجوي بس كان قبل يشجع الزوراء. ابراهيم اخوي الكبير يشجع الزوراء. انا اشجع الميناء. اي الميناء صديقي عبد الرزاق. هادي عبد هادي احمد هادي احمد عبد الرزاق كان مدرب. صحيح. اي صحيح. احنا فلازم تروح كل مكان. لهذا العالم الديني قاعد بالمسجد يفوت يسلم على الناس على جاره على غيره. انت ادعي اليوم صديق ما يصلي ادعي للجامع مثل ما يدعوني على عرس اروح القرايبي. انا ادعي صديقي
ما يصلي يجيبه للمسجد. وهذه من باب الدعوة يعني. باب الدعوة. في مجال الدعوة. الأخ أنور كان يصلي، حج أحمد إمام وخطيب خالي يصلي، يعني ماكو شيخي عليش أنا كأنه أنا بالجنة والآخرين في النار، لا أصل الطريق لمن صدق لاني من سبق. الآن أنت تتابع يعني كرة القدم بقوة تتابعها؟ بقوة. بقوة. يعني تدري أنت من تشوف إيش قد يفرح أوزيل يطلع بالملعب يقرأ الفاتحة، لاعب كان يلعب ريال مدريد. الآن تشجع ريال مدريد لو برشلونة؟ لا لا أبيض لين زوراء ريال مدريد. فضيلتي الشيخ إحنا راح نسمع وياك شيء. نعم. وأعتقد هو احتمال يبكيك يعني أو يبكيك. إيه ختامه مسك حلو البتشي. فيعني أنت تحب البتشي. فإحنا أحبتي المشاهد الكرام راح نسمع وياكم شيء ونرجع للشيخ مجيد نسمع تعليقه على هذا الشيء. إذن نذهب معكم في هذا الشيء الجميل الممتع ونعود إليه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أحبتي الكرام نعود إليكم مرة أخرى مستمرين مع فضيلة الشيخ وهذه نهاية الحلقة. الله بارك الله بك. هذه ما أعرف إحنا إيش راح نسميها، هذا الختام ما ندري، لكن بالحقيقة إحنا جدا استمتعنا معك. هذا المقطع نعم اللي شفته تعليقك عليه أقول أحن إلى ليال كنت ألفي بها فيعطي بها تلك الليالي ليال وصال لو تباع شريتها ولكن لا تباع ولا تشرى. الله الله يا رب. إلك ذكريات يعني مع هذا المقطع شيخ؟ هاي القراءة، هاي القراءة محمد ناصر الشيخ السائل وتحطها بال تسمع الناس يمكن توحد الصفوف توحد الصفوف شيخ. والله احنا المشكلة اللي حصل اعتقد اللي حصل واللي قاعد يحصل انه السبب احنا ابتعدنا عن شيخ منهج الله سبحانه. اسأل ابو عبد الرحمن نفسه قل له هذا المسجد بفردوس منو كان يصلي به؟ ماكو فرق بين السني والشيعي شيخي. شيخ هذا كلام فارغ، هذا مسجد كان كل الناس. تدري انت اسلموا على دين ايش قد ذاك الوقت؟ ما اريد اتكلم هالكلام هذا الان، ظرف ما يساعد. الان ادعونا ان شاء الله نهر الدراسة وعايشين باحضان المشايخ هنا ان شاء الله ان شاء الله يا رب. عبد الملك السعدي و الشيخ عبد الرزاق السعدي بعمان ودكتور عبد اللطيف الهمين. بس انا اطلب من كل اخواني الان وكل احبابي اللي يسمعون قناة سامرة اسال الله تبارك وتعالى ان يدعونا لاخوان اثنين عندي ويدعون لكل مريض الله يشافي. بس اخوان الان محتاجين دعاء، الاخ خصوصا الاخ خالد العلواني ابو مجاهد نعم الله يشافيه الشفاء العاجل وبشارة الشفاء موجودة إن شاء الله. نرجو من الأخوة احنا اعتقد ان قناة سامرة في القريب العاجل ان شاء الله ستزور الشيخ الدكتور خالد محمد عبيد العلواني ابو مجاهد الى منزله. الرجل كان في شلل والآن يتعافى ان شاء الله شيئا فشيئا ان شاء الله نزوره قريبا. هناك اخ لا اريد اذكر اسمه الله يشافيه ان شاء الله همينا في حالة صحية ان شاء الله. نسأل الله عز وجل يشافيه ويحفظ العراق وأهله. واللهم إنا نسألك في هذا المكان وفي هذه الساعة أن تفرج عنا ما نحن فيه. آمين يا رب. وأن نرجع كما كنا وترجع القلوب. أخي والله العظيم آية قرآنية كافية، خلي كل مسلم يقرأها، أمة مرحومة إلى يوم القيامة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبي إلى يوم القيامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في ولا قلوبنا. تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. الإيمان شنو؟ بداية سورة البقرة هوية المسلم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هاي هوية المسلم. فضيلة الشيخ احنا وقت البرنامج شارف على الانتهاء. أسئلة سريعة. نعم. من هو عبد المجيد الحمداني بكلمتين؟ عراقي. هذه كلمة بس. أقرب شخص إلى قلب الشيخ عبد المجيد الحمداني بكلمتين. أقرب شخص إلى قلبي الآن أي. سؤال محرج والله يا شيخ. كل واحد له ميزة خاصة يا أخ مقدار. إلى قلبك من كل النواحي. حفيدي معاذ. سؤال أخير. ما هي أمنية الشيخ عبد المجيد الحمداني بكلمتين؟ العراق كما كان. أحبتي المشاهدين الكرام إن شاء الله يرجع العراق كما كان. استمتعنا وياكم مع فضيلة الشيخ عبد المجيد الحمداني الداعي الإسلامي والذي عاصر الكثير من العلماء ومن المفكرين. صاحب العاطفة الجياشة، صاحب القلب الذي يهيم ويشتاق. فضيلة الشيخ شكرا جزيلا لهذا اللقاء. كلمة أخيرة. شكرا لكم ولقناة سامراء على هذه الجلسة. ذكرتنا بأيامنا الجميلة. كنا أولياء ما نذب نفسنا. إن شاء الله يا رب. لكل كادر. نعم. لك ولمن عمل معك ولكل من أوصلك إلى هنا. الشكر موصول لكم أحبتي الكرام على حسن المتابعة. إن شاء الله بنلقاكم مع حلقة جديدة أو في حلقة جديدة من ضيف سامراء. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.